فكر وين بدك تطيها؟ تحت فين بقى؟ هنا بالعدل الترابيزة اللي جنبيها ما تعيطش شايفين يا جماعه الروح بص يا سلبي بص قول لهم بقى وانت تاني كنت بتدور على مين لا الكلمه عادي انت قلت عايزه مين انا يا روحي يا غلبانه ومين تاني والله لا والله تعالي ادي حنوده ادي حضني بابا مش بصل ماما اوبا قولي لنا زانجل هند الكريم ده احكي لنا وانت دايها حسيتي بايه هم كلمة هنا قولي لهم ايه كان في ايه؟ اهلا 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 استاذ احمد طيب وجميل حبيبي برنسو الاسطورة واحد بس يا غالية عاملة يا غالية صلصة صلصة عاملة صلصة على الاطلالة على الاطلالة امي يا جدعان بصوا عاملة ايه في نفسها النهاردة بص ايه بصوا هنا في سر القلب اهوت بصوا الله الله فرحت قلبي بصوا ندى مش عاجبها بصوا طبعا سلمى طبعا بالاوت فيت ليت بت تت 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 الوحيد اللي متاخر دايما سلمى محمود اخر ناس بينزل خد بالحياه خد بالحياه سلمى الشرعان لا اتقطع كده بصوا حياه ندى ندى يا ابني الغالية طبعا ايه الغالية بص لابسة شنطة جس يا جدعان اهي الدنيا ايه راقت واحلى ايه ده بصوا حياة معاها ايه تعبان انت غشيمة انت ما تكسبيها عمرك اما نيجي بقى والشغل الجديد والستايل الجديد ازيك يا ندى ندى مرات برنس مصر ضد الكسر يلا جاهزين بسم الله ما شاء الله مستر احمد طيب وجميل والله لا وزع اعصابك مش هشيل حاجه قلت لك حطيتها مش شطيتها حطيتها معلش عايز نعمله بودكاست للعيله يكتب لنا في الكومنتات يعمل ايه؟ بودكاست ايه بودكاست؟ والله العظيم موضوع صعب تعمل بودكاست هيموكل عليك الملكه بقى كل الشعب في الملكه صافي 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 الملكه صافي الملكه الملكه ملك يا مكة الله يا الله يلا حضر عايزة 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 يا للبيت تعالوا جمع ويوفق والله وسادة قول لي طبعا شوفوا النهاردة هنعمل ايه حسود بيعود يا حلاوة عريس قمر وعروس تونس أميرة الحلاوة دي لفت او احنا يلا بص للسلام ينفع عايزك تصورني الصوره كده ولا طبعا النهارده حتى اصور برنسو عازمنا عليك ليك من غزه ليه كده اكتر واحده تتحمق لي برنس حتى مكة عامل ايه اصورك والله اصورك والله حتى اصور خد صور انت بقى ماما خد يلا وين يلا انت قرأت تصوير ليه النهارده كله؟ امسك جامد امسك جامد ايوه كده طبعا معلم صالح التخفيه هو اللي مصورنا يا غزه يا حبيبي ليه طب كده؟ اهم هدى صوره من قفاه هدى انا صوره من قفاه انا وشي جاي ازاي يا عم؟ الشعر ايه
حوده يا صديقي كان صغير كنا اللي يا حياه اي محمد حط صورك انت بقى صالح اللي بيصور يا جدعان النهارده الفلوج بايد صالح. ايه رايكم في الفلوج بتاع عمو وايد صالح؟ رب الفلوج يعجبكم. تعالى يا صالح تعالى تمشي مع بعض تعالى. فروس صورني انت بتصور ايه صورني انا ألف لا يا عم يا جماعة ده ايه صورني صورني مع ربنا يخليك كده يا تسلم ايديك وعلى اكل الجميل ربنا يخليك يا حبيبي سلام ربنا يخليه لك يا حبيبي ربنا يبارك لك سلام ايه رايك بصورك انت عند الاكل هنا ولا خلاص؟ ايه رايك في السمك ده يا صالح؟ يلا حلو تنفع يا مولي؟ انت وصلنا الولد وصلنا يا حي يا ولد وانا في سالمة رحتني يا صلاة صلاة يا حياة صباح ازيك يا اسمك محمود سامح ازيك سمك محمود فروز ازيك سمك محمود اصورت يا ابني فروز حلو ولا يا حوده يلا يلا خذ صوتي سلمى البط هتسيبني طب ليه؟ اه صالح هيصور طبعا السيشن اللي هنعمله لبرنس مصر تعالى يا صالح تعالى يا رودا مش عارف يا رودا لابس ابيض شب واو الحاجه كده واو خلاص بقى صالح صورنا خلاص بقى صالح في اهو خلاص في يا زلمه لازم نغلبوه جي مقرفه طبيعيه بجنون حاجه صعبه مش عارفه تستغلني مش عارفه هند فيها هند ايه اللي حصل؟ ضربتك ليه؟ يا غلبانه يا غزول I love you. يا اما طمني على ايه يا بقى البس الجواز وين الجواندي كده يا اما صالح اخدهم كلهم طبعا شايفين على الاكل طبعا اللي بيحصل ازيك يا مستر احمد ماشي يلا هنوجه تاكلي يلا هنوجه ماما انت عايز تزهقنا في والله انت اسمع كلامك ضحكت عليا بس
سلمى يعني ينفع كده سلمى خد صوين يا جماعة صوين يا صوين وين دي قطاية انتهت فين بقى هنا في الحتة دي قطاية والترابيزة اللي جنبيها الترابيزة اللي جنبيها ما تعيش انت شايفين بص يا سلمى بص قول لهم بقى وانت تايه كنت بتدور على مين لا اتكلمي عادي انت قلت عايزه مين يا روحي يا غلبانه ومين لا والله عليك لا والله تعالي انت شنوده عايز يحطني بابا رتني مفيش بوصه لماما اوبا قولي لها زنجل هندي الكريم جد احكي لنا ودي عليها حسيتي بايه عم اكلمه هنا اقول له مين كان فيه ايه عم يا جاني قال لي ايه انت نفسك عم بتضايق ليه انت والله ما عارفين ايه اللي كان فيه هنا كرهتني باسم ثواني ما جابش يا جدعان هندي بالليل احلى لازم اهو ايه حلا يا جدعان ادي بص بص هندي تاهت حسيتي بايه بقى لما هندي تاهت يا حياتي يا جدعان عاوزين نعملوا مفاجاه لسلمى ما قلناهاش على عيد ميلادها سلمى الاخت عيد ميلاد سلمى يعتبر يوم 25/8 النهارده 24 قول 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 لهم هقول لهم كنت حاطط الحمام السبع صح سلمى كل سنه وانت طيبه طيب عمو حلوه دي والله سلمى طيبه ماما قولي لسلمى كل سنه وانت طيبه قلت لها والله هن ندى ندى قولي لسلمى كل سنه وهي طيبه يا موك لا هنا يعني قولي لها كل سنه وانت طيبه هابي بيرث داي سلوك طيبه بنت صلاه تكبري وتتهني بقى قلت لها اول امبارح يا ابني انا عندي 3 غزل قولي لسلمى صلى على النبي عندي 34 ايه 34 اكبر منها و11 سنه يا خدي حياه تعرفي بيقول لك اكتر جواز ناجح الله اكبر في عين اهلك ده احنا ناجحين ما شاء الله انا عمري ما شفت جواز ناجح غير الجواز ده مش طبيعيه انا هو نادى يا جدعان مش هنعمل وحش ولا حاجة هي تجيب الأرض بس طلعت فوق ليه؟ صالح بتعمل ايه؟ انا عاوز بتصور السيشن اقسم بالله ملكة جمال العالم يا امير انا عاوزك كده يلا بص الملكة دي